كل مواطن عربي اليوم يعيش هذا الهاجس، هاجس الانتحاريين، هاجس من يقوم بأعمال انتحارية تحت معتقدات معينة. منهم من يعتبرها استشهادية، منهم من يعتبرها جهادية، منهم من يعتبرها انتحارية، منهم من يعتبرها تكفيرية، ومنهم من يعتبرها إنها ضد الشرع وضد الدين. بين من هم مسؤولون عن تجنيد هؤلاء الشبان في الغرب وفي العالم العربي وإرسالهم إلى بعض الدول للجهاد أو للقيام بعمليات استشهادية أو انتحارية أو ما يطلق عليها من أسماء أخرى، سيكون معنا من لندن مقابل أيضا من هم يعتبرون أن الإسلام والدين الإسلامي لا يعترف بهؤلاء الأشخاص ولا يتبناهم، ولا بل على العكس أن ما يقومون به هو مخالف تماما للشرع وللدين الإسلامي. من الرياض، من لندن، ومن داخل استوديواتنا ومن مصر سنستمع إلى حديث أعتقد أنه يهم كل مواطن عربي لبناني وأي مسلم في العالم. دعونا نرى هذا التقرير أولا. اللي غررتوا بعيالنا من افغانستان وانتم تشحنون عيالنا وتقتلونهم في حروب كلها انتهت بحروب كافرة، ما ندري من اللي بداها ومن اللي انهاها. انا ام سندت كفي طفل صغير رأسه ابغى طفلي يرجع لي في احضان يا مسلمين. طفلي هذا طفلي، ابغى ولايته ولاية اخوانا، ما ابغى احد يتولى اولادي. أب هذا ما هو أب يرسل ولدي للقتل والهلاك. في أمور أنا عانيت منها 21 سنة بسبب هذه القضية، جهاد ما جهاد، أبغى أحد يلتفت لي، أبغى المسؤولين يلتفتوا لي، أبغى خادم الحرمين يلتفت لي بحنية ورحمة. أن يفجر عربي مسلم نفسه في عملية يعتبرها استشهادية في بلده، فتلك مسألة تحتمل الأخذ والرد. Je suis français de père français et de mère française. أما أن ينفذ فرنسيان لا جذور إسلامية أو عربية لهما عملية انتحارية على بعد عشرات آلاف الكيلومترات عن وطنهما، فذلك أمر لن يتصوره عقل. Au début, il y a eu une conversion à l'islam, mais bon, ça c'est pas vraiment grave, mais c'est la suite qui est grave, quoi. Et ça, on le voit pas arriver. Ça nous tombe dessus d'un coup. Et nos enfants, ils sont déjà partis. On est des mamans quand même. C'est difficile tout ça pour nous. ما الذي قد يدفع بشابين جامعيين تربيا على أفكار مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو إلى الإيمان بفكر تفجيري ينحى إليه بعض الإسلاميين المتشددين؟ وما الذي أعجبهما في هذا الفكر أو الدين بمنهجه التكفيري تحديدا؟ هل هناك عمليات غسل أدمغة تتم في دول العالم حيث رصدت التقارير الأمنية الغربية هجرة عشرات الشبان تحت شعار الجهاد في سوريا وتحت إمرة تنظيم القاعدة؟ تحدث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن 700 شاب فرنسي، فيما رصدت بريطانيا 500 شاب بريطاني وصلوا إلى سوريا للقتال إلى جانب الجماعات الجهادية، ناهيك عن بلجيكا، أستراليا، السويد، الدنمارك وغيرها من الدول.
للوقوف على كيفية استقطاب الشباب الغربي وتجنيدهم، ماذا يقول الأمين العام السابق لحركة المهاجرين الأصولية المنحلة الإمام أنجم شودري من لندن، والذي اتهمته وسائل الإعلام الغربية بالوقوف وراء إرسال المقاتلين البريطانيين للجهاد في سوريا، وبأنه يقف وراء تحريض قاتل الجندي البريطاني؟ إذن بعدما شاهدنا هذا التقرير، وأعتقد أن هذا الموضوع اليوم هو الشغل الشاغل لكل العالم العربي، بدءا من لبنان إلى سوريا إلى مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى الخليج العربي وحتى خارج إطار الحدود العربية. اليوم تجنيد الاستشهاديين أو الانتحاريين، يعني هناك من يصفهم بالاستشهاديين وآخرون يصفونهم بالانتحاريين. هناك من يقول هؤلاء يذهبون للاستشهاد في سبيل الإسلام وفي سبيل الشريعة وفي سبيل الدين وفي سبيل الله، ورجال دين آخرين وعلماء دين آخرون يقولون هذا مخالف للشرع وهذه إلى حد ما حسب اعتبار البعض إنها هرطقات. سيكون معي مباشرة من لندن محاضر في الشريعة الإسلامية الشيخ أنجام شودري. مساء الخير. يبدو أنه في مشكلة بالصوت، سنعود إلى الشيخ أنجام شودري وهو المحاضر في الشريعة الإسلامية مباشرة من لندن، وهو مؤيد وضمن مجموعة أيضا تساهم وتساعد على تجنيد الشباب الأجانب أو الغرب وحتى الشباب العرب وإقناعهم بالذهاب للجهاد في سوريا وبعض الدول العربية الأخرى. سيكون معي من المملكة العربية السعودية الشيخ يوسف الدوس وهو أكاديمي وإعلامي أيضا. مساء الخير الشيخ يوسف. مرحبا، مساء الخير، أهلا بك. ومن بيروت معي أيضا أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف العلامة الدكتور أحمد كريمة. أهلا بك دكتور كريمة. أهلا وسهلا بكم مشاهديك الأعزاء. الله يخليكم جميعا. ولكن كنت حابب أبدأ مع الشيخ أنجام شودري من لندن لنستمع إلى الأسباب أو الموجبات التي سيعطينا إياها لتجنيد هؤلاء الشباب أو لجعل هؤلاء الشباب يذهبون للجهاد والقيام بعمليات انتحارية أو استشهادية. أستعمل التعبيرين بناء للانقسام في الرأي حول هذا الموضوع، ولكن دعني أبدأ من الشيخ يوسف الدوس من السعودية. شيخ يوسف، أنتم في السعودية كيف تنظرون إلى هذا الموضوع، موضوع تجنيد الشباب أو العمليات الاستشهادية أو العمليات الانتحارية، خصوصا أنه بعض الرأي العام يحمل المملكة أو من هم أو بعض الأشخاص داخل المملكة بدعم وتمويل هؤلاء الشبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، أما بعد، بداية نسأل الله عز وجل أن يكتب لأمة المسلمين في كل مكان صلاح الحال، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يفرج عن المظلومين المضطهدين المظلومين في كل مكان. لا شك أن ما تمر به الدول الإسلامية والمنطقة بشكل عام هو أمر فيه كثير من اللغط والسخط وفيه كثير من التداخل في الآراء، لا سيما في الشأن السوري الذي هو حديث الساعة وهي القضية الكبرى التي تشغل بال كل مسلم يحمل هم المسلمين ويتعاطف من أجلهم. والقضية المطروحة في هذه الأيام فيما يتعلق بتجنيد الشباب للذهاب إلى سوريا، في الحقيقة أن عامة الرأي الموجود في لدى علماء المملكة ودعاتها وخطبائها أن النظر إلى هذا الموضوع نظرة ينبغي أن تكون متزنة بالعقل بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الاندفاع الذي ليس في مصلحة القضية برمتها من أولها إلى آخرها. والقضية التي ربما البعض يبالغ في أن المملكة أو العلماء في المملكة يدفعون بالشباب للذهاب إلى سوريا، نعم، هذا أمر غير صحيح بحال من الأحوال. بل من يتابع عامة آراء الدعاة والمشايخ هنا، لا سيما في هيئة كبار العلماء والمشايخ الأجلاء، يجد أنهم
يحذرون من الذهاب إلى سوريا ويمنعون الشباب من الذهاب إلى سوريا، ويرون أن الجهاد في سوريا له أساليبه الأخرى غير الجهاد بالنفس تحت مفهوم الجهاد العام، لأن الجهاد قد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالرأي ويكون بالفكر. ولذلك ما عليه الرأي العام والذي نتبناه والذي يتبناه كل عاقل في مثل هذه الظروف العصيبة أن الجهاد في سوريا والظلم الواقع في سوريا ينبغي أن ينظر إليه نظرة يعني متأنية جدا، وأن دعمهم بالمال ودعمهم بما هم يستحقونه حقا هو الأولى في هذه الظروف، وهذا بتصريح من القائمين ومنهم من هم داخل سوريا من المجاهدين، لأن الذهاب إلى سوريا في هذا الوقت من الشباب الذين ما زالوا في سن مبكرة وما زالوا في سن الفريعان شبابهم وينقصهم الكثير من الخبرات هو لا شك عبء كبير على المجاهدين في سوريا، وهذا بتصريح من القائمين على الجهاد في سوريا. ولذلك لا يوجد في هذا الوقت إلا بعض الطوائف التي ربما يكون لها بعض التوجهات الفكرية التي ربما تندفع اندفاعا لا يوافقون عليه في تحريض الشباب إلى الذهاب إلى سوريا. الآن هنالك كثير من المشكلات التي تقع في هذا الوقت سببه الاندفاع، يعني يذهب بعض الشباب إلى هناك ثم إذا بهم يتوهون في الطرقات، يستغلون من أطراف مشبوهة هنا وهناك، ثم يزج بهم في السجون أو يستغلون في مواقف في ضد الجهاد ويصنفون بأنهم إرهابيون وهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا عن الجهاد ولا يدركون، لا سيما أن الواقع الذي في سوريا الآن ليس هنالك مظلة واضحة أو راية قائمة بحيث ينتظم تحتها المجاهدون ويمكن أن يكون هناك. الشيخ يوسف دعنا نستمع نستمع إلى رأي الشيخ أنجام شودري المحاضر في الشريعة الإسلامية مباشرة من لندن. شيخ أنجام مساء الخير. كريم أهلا بك. هل تتكلم العربية؟ I don't speak very well. Okay. سيكون هناك إذن مترجم سيترجم للمشاهدين ماذا تقول ولي أيضا ضيوفي. اليوم أنتم متهمون في أوروبا وفي الغرب بأنكم تجندون الشباب الغربي لإرساله للجهاد في سوريا وفي دول أخرى، يعني اليوم العمل على تشجيع الشباب على اعتناق الدين الإسلامي طبعا هذا ليس مرفوضا أبدا من أي شخص إسلامي كان على وجه الأرض، ولكن أن تجندوا شبانا للذهاب والقتال أو تنفيذ عمليات استشهادية أو انتحارية يقتلون أنفسهم مقابل قتل مدنيين وآخرين تحت عناوين جهادية أو عمليات استشهادية، أنتم اليوم ملامون على ذلك، كيف تردون على ذلك؟ في الواقع أعتقد أن في ذلك تفكير سطحي، إذا ما نظرنا إلى الإسلام الأمر واضح جدا، عندما يتعرض المسلم إلى اعتداء أو يتعرض المسلم بشرفه للاعتداء لابد أن يدافع عن نفسه. الحل الأوحد لما يحدث في سوريا ولمختلف أنحاء العالم في العراق وأفغانستان وشيشان هو الجهاد في سبيل الله، هذا واجب على كل مسلم لكي يدعم عن ذلك بطريقة الجسدية المالية، ليس بسبب ما أقول بل بسبب ما يراه الناس على شاشة التلفزة على الإنترنت على أخبار القتل الشنيع الذي يقوم به بشار الأسد وحزب الله والنظام الإيراني وحلفائه. هذا هو الدافع الأساسي للمسلمين ليس فقط في أوروبا بل في مختلف بقاع العالم لكي يتدفقوا إلى سوريا ومساعدة إخواتهم وأخوانهم المسلمين. يرين اليوم أننا بتنا أمة واحدة في مختلف أنحاء العالم، أخوة في الشرف في الممتلكات، وإذا ما تعرض أحدنا للاعتداء في مكان فلابد وأن نستجيب. في ذلك السطحي أن أقول هو أنا الذي يدعم ذلك، بالطبع أدعم الجهاد، أدعم أخواني وأخواتي المسلمين ماليا وماديا وكيفما تيسر ذلك. في نهاية المطاف أن المسلمين شيخ أنجام أنت من أي جنسية حضرتك؟
أنا في المقام الأول من الجنسانية المسلمة، أنا مسلم في المقام الأول والأخير، لا أؤمن لا بحدود ولا بشيء آخر. لقد ولدت في إنجلترا، ولو ولدت في أي مكان آخر لن أكون إلا ما أنا عليه. نحن بفكرنا نتخطى هذه الحدود التي تضعها الدول. نحن أمة موحدة بين الأخوة والأخوات، موحدون. هل أنت تابع لتنظيم القاعدة؟ هل تعتبر حضرتك من التابعين او المؤيدين او التابعين لتنظيم القاعدة؟ سأقول لك هذا الامر، اخواني في جبهة النصرة، اخواني في افغانستان والعراق، هم اخوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالطبع بناء على ذلك ادعمهم، ادعم كل الاخوة الذين يحملون راية الشريعة والخلافة والجهاد، ولا بد لهم من ان يلقوا دعم كل المسلمين في مختلف انحاء العالم. معكم الشيخ هناك في لبنان بكري محمد، وهو من علماء الحق في هذه الايام، وبدأ يرشد الكثيرين في الغرب، ليس لانه الماني او فرنسي او لبناني، بل لانه بكلمة الحق، والحق سيصبح في كل مناطق العالم. علينا أن نفهم هذا الأمر. يمكن للمرأة أن يكون مسلم بريطاني أو فرنسي، لكن كلنا مسلمون. لكن نظام الأسد، نظام لبنان، حسب الله، يكافحون أبناء الأمة، أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلنا علينا أن نتيقن هذه الحقيقة. يوما ما ستسود الشريعة، ستسود في لبنان راية لا إله إلا الله، ستسود في لبنان إن شاء الله، ستنتشر الدولة الإسلامية من أبي بكر البغدادي الى كل مناطق بيروت وفي كل مكان، لكي يبزغ فجر الخلافة الراشدة كما قال ونذر النبي. شيخ أجاب، حضرتك مسلم، وبشار الأسد مسلم، وحزب الله مسلمون، والأزهر الشريف في مصر مسلمون، مسلمون وسنة ايضا، يعني كي لا تقول لي اهل السنة. في المملكة العربية السعودية والشيخ يوسف الدوس ايضا مسلم وسني، ولكن عندما نستمع الى هؤلاء المسلمين، الى هؤلاء العلماء المعتدلين، الى هؤلاء العلماء الذين يظهرون الصورة الجميلة للاسلام، المفهوم الحقيقي للاسلام الذي يتقبلهم كل الناس، يتقبلهم كل المجتمع، يتقبلهم السني والشيعي والمسيحي واليهودي، يتقبلهم كل الاديان السماوية، الذي القرآن الكريم هو أصلا معترف بتلك الأديان. يعني هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون هذا الاعتدال وهم مقبولون من كل الناس، لا نرى إلا سواكم، يعني تأخذون هذا المنحى بالحديث، هذه العبارات، وكأن لا أحد يجاهد في سبيل الله أو يدافع عن الإسلام أو يدافع عن المسلمين سواكم، وبهذه الطريقة التي يرسم عليها علامات استفهام كثيرة حتى من قبل علماء الشرع أنفسهم. دعني أطرح عليك هذا السؤال لو سمحت. المسلمون واليهود والمسيحيون يمكنهم أن يتعايشوا معا، وهم يتعايشون منذ أكثر من 1400 عام، ويمكنهم أن يعيشوا كذلك بموجب الأمة الإسلامية. بشار الأسد الآن يقوم بذبح الأولاد والأمهات بدعم من حزب الله وإيران. لا شك في أننا سندافع عن أنفسنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي، لن ندر لك خد الأيمن أو الأيسر. نحن ضالعون في هذا الجهاد الدفاعي، لسنا من دعاة السلام. الإسلام، لكن هذه وجهة نظر الشريعة، لكن هذه وجهة نظر شخصية وليست وجهة نظر الدين. النظام الطاغوتي في سوريا، النظام الطاغوتي النصيري في لبنان، أو حتى في سوريا أو السعودية وإيران، لا نعتقد أن أي من هذه الأنظمة هي أنظمة إسلامية عن حق. أريد، وهو هم أيضا من الطغاة. نحن ضد كل هذه الأنظمة القائمة حاليا في العالم العربي. كل هذه الأنظمة ليست كلها أريد منك أي منها يطبق الشريعة، إلى سوريا إلى السعودية، كلها من أنظمة الطاغية. بالتالي عندما يقاتلنا الناس يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا. أريد منك أن تستمع الآن إلى صوت يمثل ربما المنبر الإسلامي السني الوسطي، وهو الأعلى في العالم الإسلامي ولا سيما في العالم العربي، الأزهر الشريف. الدكتور أحمد كريمة هو استمع إلى حديثك، استمع إلى كلامك،
استمع إلى ما دعوت إليه باسم الدين، استمع إلى كل هذا الكلام، ولكن هو أيضا أستاذ في الشريعة الإسلامية في أكبر جامعة إسلامية في العالم هي جامعة الأزهر الشريف، له رأي في هذا الموضوع. دعني مع حضرتك ومع الشيخ يوسف الدوس أيضا أن نستمع إلى هذا الرأي وإلى رأي الشيخ يوسف بعد قليل. تفضل دكتور كريمة، استمعت إلى هذا الكلام اليوم. الشيخ أنجام يقول نحن ما نقوم به هو دفاعا عن النفس، نحن نقتل، المسلم يقتل، ويجب علينا الجهاد في سبيل الله، في سبيل والدفاع عن أخوتنا المسلمين في الدول العربية حيث يتعرضون للاضطهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل وأنبياء الله أجمعين، وعلى الصالحين والمصلحين والأولياء والصالحين في كل شريعة من لدن رب العالمين، وبعد، فيوسفني أن أقرر أن ما قيل عبارة عن إنشائيات لا حظ لها في الواقع العلمي السليم من حقيقة. ولماذا؟ أولا، كل ما قيل عبارة عن كلام مرسل لا دليل عليه، لم نستمع إلى آية محكمة من قرآن رب العالمين، ولا إلى حديث واحد من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نستمع إلى إجماع من أهل العلم. ولذلك أقرر وأصحح. أولا، ما يجرى في دولة سوريا الشقيقة ليس جهادا بالمرة، القرآن الكريم هو الذي كيف الأحداث، الآية 9 من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى، الخطاب ليس لأحد الناس ولكن للجهات المعنية، يعني الجيش في داخل هذه الدولة أو في الشرط في داخل هذه الدولة وليس من خارجها، فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: إذا عرفنا نصر الظالم المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: أم تمنع. ولذلك أقرر بمعيار الشريعة الإسلامية ينبغي، وأنا أوجه للأخ الإعلامي الواعد الأستاذ زيتوني، إن في لبس في المفاهيم، في فرق ما بين الجهاد والبغي والحرابة والصيال. عندنا أربعة مصطلحات. اللبس اللي موجود في العالم الإسلامي أن الثقافة الإسلامية الصحيحة مغيبة، لأن المتطفلين والطارئين على الإفتاء الشرعي وعلى الثقافة الإسلامية على الخسيس النفيس وعلى الدخيل الأصيل. ولذلك إذا رجعنا إلى مصنفات أئمة العلم، ما هو الجهاد؟ الجهاد قتال مسلم لغير مسلم إن وجدت المقتضيات. يبقى هذا تعريف الجهاد. حينما نكيف هذا على سوريا أو على ليبيا أو على اليمن أو على العراق، لا نجد إطلاقا. وعلى مصر حاليا، وعلى مصر، لكن يعني لا نجد أن هناك عدوا خارجيا جاء مثلا من أمريكا أو جاء مثلا من أوروبا أو جاء مثلا من شبه القارة الهندية، حتى أننا ندعو للنفير. ولكن هذه فتنة داخلية كالتي وقعت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بواكير الإسلام، فمن الصحابة من اعتزل. ولذلك الواجب على المسلمين بحق الحيادية، إما أنهم يصلحوا بنص القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لكن لم يقل القرآن الكريم أن يأتي مسلم ليشهر السلاح في وجه مسلم بدعوى أنه يجاهد. هذا يعاند النبي، دم المسلم على المسلم حرام. لا، وفي حديث آخر سيدي قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. يبقى إذن ما يجرى في سوريا فتنة داخلية اسمها البغي،
يعني هناك طائفة متأولة خرجت على نظام الحكم، لا نعلق على هذه المسألة. هذه الطائفة الواجب على العلماء وليس على الدهماء ولا الجهلاء ولا العملاء ولا الدخلاء أن يسكبوا البترول على هذه النيران، ولكن بنص القرآن الإصلاح. طيب، يبدو أن الشيخ أنجام يعترض وهو يهز في رأسه على كل على الحديث. نعم. على أساتذته يهز رأسه على الأزهر الشريف، ما حظوه هو من العلوم الشرعية؟ يبرز لنا شهاداته ومؤهلاته. أنا أستاذ للفقه المقارن على جميع المذاهب، يتفضل يظهر لنا على الهواء مباشرة الشهادات الشرعية التي تؤهله للإفتاء. قبل أن أذهب إلى الشيخ يوسف الدوس، ما تعليقك شيخ أنجام شدري على ما سمعت من أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف الدكتور العلامة أحمد كريمة؟ سأقول لك أمرين. بداية، إن هذا الخطاب الذي ألقاه هذا الشيخ ألقاه بطريقة أفضل من باراك أوباما وكاميرون، لكن قال الأمر نفسه أن أمام الجهاد اليوم فلنسمح للمسلمين بأن يتعرضوا للذبح ولنسمح للطاغوت أن يحتلوا أرضنا، وإن كان يتحدث العربية مثل أبا لهب أو غيره فلا فرق في ذلك. هذا الإسلام هو إسلام أوباما أو كاميرون. أما بالنسبة إلي، أنا أتحدث عن الشيخ بكر محمد، هو شيخي وأنا درست معه منذ أكثر من 15 عاما، درست علوم القرآن وعلوم الحديث. الحقيقة هي غير معروفة بالنسبة إليها، الحقيقة معروفة في القرآن وفي السنة، لكن هذا الرجل قال ما قاله الغربيون من قبل، ما من خلافة ما من شريعة ما من جهاد، لكن قل لي أي نوع جهاد يدافع عنه بالنسبة إليها يقبل أن يتم ذبح المسلمين في العراق وأفغانستان والشيشان وباكستان. هو جالس في الأزهر بلباس هذا لأنه لا يدعو إلى الجهاد بكل بساطة، لأنه لا يرى الاحترام الشهيد، وإن كان يملك دكتوراه في الخلافة هو يعرف ذلك تمام المعرفة. وبالتالي بدلا من أن يوجه أصبع الاتهام إليه، قل لي أي نوع جهاد تدافع عنه، قل لي كيف يمكنك أن تثبت الخليفة والشريعة، ما الفرق بين ما تقوله وما يقوله كاميرون وأوباما؟ طيب، قلت أستاذك، أستاذك من؟ محمد بكري. من هو محمد بكري؟ الشيخ عمر بكري. عمر بكري حاليا في طرابلس. عمر بكري فستق هو أستاذك، أهل الحق. وأنا أيضا أتبع الشيخ أبو محمد المقدسي ناصر فهد. ماذا تعني بمسلم؟ يعني يعني إذا كان العلوي ليس مسلما والشيعي ليس مسلما والسني ليس مسلما إلا إذا كان يفكر كما أنتم تفكرون، وكل الطوائف والمذاهب الإسلامية ليسوا بمسلمين، حدد لي كي نكون مسلمين يجب أن نكون ماذا؟ ده نبي صلى الله عليه وسلم. سأكون واضحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي ستنقسم إلى 73 طائفة، وبالتالي ستوجد بعض الطوائف التي تضل الطريق. أعتقد أن الشيعة هم من الطائفة الكافرة، لكن بعض الطوائف الأزهر من الكفار. شيخ هم شيخ أنجام، شيخ أنجام، هل الأزهر هم من الكفار أيضا؟ لا أعتقد أن العلماء، لكن إذا ما أردنا ننظر إلى من هم حقا علماء الحق علينا ننظر إلى السجون في مصر في الأردن، هم علماء الحق تبعين للأزهر عن حق، لا العلماء الموجودين حاليا في الأزهر. طيب، الذين يرددون كلمات الطاغوت وكاميرون وأوباما. دعني بس أنتقل، إلى الرياض، إلى الشيخ يوسف الدوس في الرياض. الشيخ يوسف أيضا في لا أعرف إذا كنت أنت من الأشخاص الذين كفروا أيضا في ما سمعنا من الشيخ أنجام شدري، يعني كفر الحكام، كفر يعني لا أعرف ما هو الميزان في هذا الموضوع، يعني على ماذا نقيس من هو كافر، يعني خصوصا المسلمين. يعني نفهم ربما أنه غير المسلم يعتبر كافرا لأسباب معينة، لن نناقش هذا الموضوع، ولكن كيف لنا أن نكفر أنفسنا كمسلمين بين بعضنا البعض؟ يعني على أي أساس هذا الموضوع؟ الحقيقة أنا أرى أن الحديث تشعب كثيرا وابتعد عن
مضمونه الذي ينبغي أن يسير فيه كما بدأنا في بداية الحلقة. والحديث في هذه القضايا لا شك أنه ذو شجون، لا سيما ونحن انطلقنا من أجل قضية الجهاد وكيف يوهم الجهاد، وهل الزج بالشباب في سوريا من المصلحة أو لا. والقضايا الثانية التي أثيرت أثناء الحديث الضيوف الكرام هي قضايا يعني متفرعة، والحديث حولها يحتاج إلى تنظير وتطويل كثير. لا شك أن أهل السنة لا يكفرون، بل يقولون هذا العمل كفر، وأن ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن لا يلحق نفسه بهذا الظلم العظيم، بل يجب على الإنسان أن ينأى بنفسه عن هذا المسار. وهنا هنا يعني فيما يتعلق في ما بدأنا الحديث حوله، وهو قضية الواقع في سوريا، وهل مسوغ لهم الذهاب إلى هناك وعدم الذهاب، والجهاد هنا هل هو جهاد حقيقي أو لا. هذه القضية التي ينبغي أن يفهمها الشباب الآن حتى نخرج بصورة مقنعة وفي مصلحة الشباب بشكل عام. نحن الذي ينبغي أن نقرره هنا أن الجهاد نوعان، هنالك جهاد الطلب وهنالك جهاد الدفع. وجهاد الطلب هو الذي اشترط له الفقهاء والعلماء شروطا، أن يكون تحت راية، وأن يكون تحت أمر ولي المسلمين وبإذنه، وأن يكون للمسلمين شوكة، وشروط يعرفها الفقهاء في كتبهم. أما جهاد الدفع والظلم الذي يقع الآن في سوريا، لا يختلف عليه اثنان أن أهل سوريا يمرون بظلم عنيف واضطهاد لا يقبله عاقل فضلا عن مسلم، وأن أهل سوريا الآن في محنة عظيمة، وأن الذي لا تتحرك مشاعره للواقع السوري هذا شخص متبلد الإحساس، بعيد عن الشعور الأخوي الإسلامي، بعيد عن الإنسانية. نحن لا يمكن أن نقول لمن داخل سوريا أنتم ليس لكم الحق في الجهاد لأنكم لستم تحت راية، فموتوا في أماكنكم واقبلوا بهذا الشنار والعار وبهذا الظلم الذي يقع عليكم. لا يمكن يقول بهذا عاقل، بل يجب كما ذكر الفقهاء أن الجهاد الدفع يشارك فيه كل مسلم بحسب طاقته، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، كل بحسب طاقته وجهده. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل يموت دون عرضه ودون دينه ودون ماله فهو شهيد، وهذا في جهاد الدفع الذي ينبغي أن بس يبدو أن الدكتور أحمد كريم لديه شيء يريد أن يقوله لي. يعني يكمل فقط لك بس قبل ما ينتهي، بس بدي اقول لك شيء لا ترد عليه. اتفضل. شو كنت عم تقوله الاخ الكريم؟ قلت لي القاعده كانوا نفس كلام فضيله الشيخ قاله اسامه بن لادن عن المملكه العربيه السعوديه، هو نفسه يعني بيوظف كلام بن لادن اللي هو خرج من عباءه السلفيه الجهاديه، نفس الكلام كان بيحرض فيه على المملكه وبيحرض فيه على دول الخليج. لما بتقوم فتن داخليه، انا ارجو ان من يعني يتصدى للحديث عن الشريعه ان يدرس ابجديات الشريعه. لما بنقول الجهاد، ما تعريفه في كتب الفقه كلها؟ نعم. بس لانه سنعود لك، لانه عندنا رح يخلص موعد الاقمار. ما هو ردك على ان اسامه بن لادن كان يقول عن المملكه نفس الكلام التي تقوله اليوم انت عن سوريا؟ لا، نحن نتكلم، الواقع مختلف جدا اخي الكريم. يعني نحن هل الواقع في السعوديه يشبه الواقع في سوريا؟ هذا لا يقبله يعني العقل، لا يقبله الواقع. ما في سوريا الان هل هو باي صوره من الصور يشبه الواقع؟ السعوديه تقوم عليه حكومه مسلمه تحكم شرع الله بفضل الله عز وجل، العدل قائم والانصاف قائم والحقوق قائمه، وما يحصل من اخطاء هو محل التناصح ومحل توجيه من الشيخ يوسف. بس ابقى معي قليلا لنعود الى لندن الى الشيخ انغام سودري. كلمة أخيرة شيخ أنغام بعد ما استمعت إليه من ردود. نعم، أقول إليك هذا الأمر. من المهم جدا بالنسبة إلى المسلمين في لبنان وأينما حلفوا العالم أن يفهموا أن القضية الأساسية بالنسبة إلينا اليوم هي أن نعيد الخلافة، أي أن نطبق حكم الشريعة. نرى أن أعداء الإسلام، وها نحن في العيد التاسع عشر أو القرن التاسع عشر بعد تدمير الخلافة، أن نعود لهذا الصراط المستقيم. ونحن ندعو إلى دعم الدعاة
الإسلام الحقيقي مثل البغدادي وغيره الذين سيرشدون إلى الصراط المستقيم، وأن نقاتل من يقاتلهم وهم يدافعون عن أراضينا وعن ممتلكاتنا، وإن شاء الله سوف يكون الله في عونهم، وبعد ذلك نعم. سيرى الجميع أن طيب. المسلمين والمسيحيين السؤال البديهي الذي السؤال البديهي الذي سوف أختم به معك شيخ أنجام، هو أنت تريد أن تعيد الخلافة وأنت دائما تدعو إلى الخلافة، لماذا لا تعيش في بلد مسلم يحكم من مسلمين أو من حاكم مسلم؟ لماذا تعيش في بلد على ما أظن إذا لم أكن مخطئا حتى هو محكوم من لا مش علماني، لندن يمكن بريطانيا محكومة من الكنيسة على ما أظن. نعم. الكنيسة الإجابة هي بسيطة. نعم. جدا يا عزيزي، ما من دولة في العالم تطبق الشريعة، نحن نتحدث عن 55 دولة عربية إسلامية تطبق الكفر، ونحن أنا أعيش في هذا البلد وأيضا بلد كافر يحكمه البريطانيون. في السابق كان الوضع مغاير، لكننا عشنا هنا وترعنا هنا، ويوم ما سوف نقلب النظام ونطبق الشريعة حتى في قلب أوروبا إن شاء الله. شكرا لك الشيخ أنجام شدري المحاضر في الشريعة الإسلامية، كان معنا مباشر من لندن. الشيخ يوسف الدوس ما لا أعرف إذا كان لا يزال معي ولا لقد قطع البث، الشيخ يوسف لا يزال معي، كلمة أخيرة الشيخ يوسف باقتضاب إذا أمكن. أنا يعني أختم أن هنالك لا شك أن القضية في سوريا هي فتنة عظيمة كما ذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم. وينبغي ألا يرشق كل إنسان بالفتاوى من الدعاة والعلماء بالفتاوى المرتجلة من خارج سوريا، وأهل سوريا في الداخل هم أدرى بشؤونهم، هذا شيء. الشيء الآخر، رسالتي للشباب جميعا أن مفهوم الجهاد مفهوم واسع، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الجهاد هدفه تحقيق مطلوب الرب سبحانه وتعالى، فالذي يدعو إلى الله هذا مجاهد، والذي يعلم الناس ويحفظ القرآن والذي يصلح نفسه والذي يسعى إلى الخير فهذا في جهاد وفي أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وحذاري حذاري من أن يورط الإنسان نفسه في مسالك ظلماتية ربما يعود بوزرها على نفسه وعلى بلده. وأنا أحذر من كل الأفكار التي تدعو إلى التمرد أو الخروج عن ربقة الأنظمة أو شيخ يوسف وحدة المسلمين في أي مكان كان. شيخ يوسف الدوس أكاديمي وإعلامي كان معنا مباشرة من الرياض في المملكة العربية السعودية، شكرا لك. العلامة الدكتور أحمد كريمة تفضل. قلت لك ولمشاهديك ومحبيك، هناك خلط في الثقافة الإسلامية بين هذه المفاهيم، بين الجهاد والبغي والحرابة والصيال. الجهاد مكانه أرض فلسطين ضد الصهاينة، أقول لهذا الرجل في لندن والأخ في السعودية وفي غيره، من يريد الجهاد فليتوجه إلى فلسطين المحتلة، لكنهم لن يتوجهوا لأن هؤلاء الذين في أوروبا وفي أمريكا ويزولون الأعمال الإرهابية عملاء الموساد وعملاء أمريكا في الشرق الأوسط الجديد، لو عندهم حمرة من الخجل وعندهم قطرة دم وعندهم ذرة من الكرامة لناصروا من يحتاج إلى نصر، وهو تحرير المسجد الأقصى واسترداد القدس الشريف، ولكنهم عندهم حول في أعينهم وفي أبصارهم وفي بصائرهم، بدلا أن يتوجهوا إلى الجهاد الحقيقي في فلسطين المحتلة توجهوا إلى سيناء في مصر، إلى العراق، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى اليمن. هذا هو الخلط، وهؤلاء المجندون المغرر بهم الذين لم يفقهوا آية واحدة من كتاب الله. قلت أن الجهاد أجمع الفقهاء على أنه قتال مسلم لغير مسلم إن وجدت المقتضيات، لأن الجهاد في الإسلام دفاعي وليس هجوميا. جميع آيات القرآن الكريم ذكرت القتال بوصف منفر حتى تضع الحرب أوزارها، ست آيات فقط بتدعو إلى القتال كضرورة ملجئة إذا وجدت المقتضيات كعمل دفاعي وليس مجال حي وتوسع، بينما ذكر القرآن الكريم 133 آية تدعو إلى السلم والسلام، ومن هنا هؤلاء حرفوا الكلم عن مواضعه. أما البغي هو ما يحصل في سوريا، ما يحصل في باقي الأقطار المسلمة، قتال داخلي كالذي حصل بين الصحابة في صفين في الجمل
في النهروان في كربلاء الواجب إما الإصلاح وإما الحياد، إما الإصلاح وإما الحياد. أما ما يمارسه هؤلاء من التفجيرات وترويع الآمنين وتخريب المنشآت، القرآن الكريم هو الذي جرمه في الجزء الثاني من سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ما يفعل في الأقطار المسلمة من الطارئين والدخلاء يندرج في آية الحرابة 33 في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أما ما ادعه الأخ ويقول من قتل دون دمه ومن قتل دون عرضه، هذا اسم الصيال، يعني إذا هجم عليك إنسان فيجب عليك ما يسمى في الشريعة والقانون الدفاع. ومن هنا أهيب بالمؤسسات العلمية المعتمدة كالأزهر الشريف ورابطة العلماء المسلمين في السعودية وفي غيرها أنها تحدد المفاهيم ولا تترك الأمور على وينها. ما هو الجهاد؟ ما هو البغية؟ ما هي الحرابة؟ ما هو الصيال؟ حتى نحصن أولادنا عن التغرير بهم. ما يهم الآن هو الله أن ينقي العقول والنفوس ويهدي الجميع، لأن بالنتيجة جميعنا أخوة نتقاتل، نعم، نقتل بعضنا البعض، وهذا لا يصب إلا بمصلحة، نعم، الأعداء إن كانوا من موساد أو، نعم، غير موساد، من هم يتربصون بمنطقتنا وبعالمنا العربي. يحرم يا سيدي، نعم، يحرم التوجه إلى سوريا وإلى غيرها للمشاركة في اقتتال داخلي، إما الإصلاح وإما الحياد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بردا وسلاما، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. وهناك من يقول لنا أخوة وأبناء وأهل يموتون في سوريا، يذبحون في سوريا، يقتلون في سوريا، من واجبنا أن نذهب لندافع عنه، يعني نبقى في هذه الدوامة التي تدور بشكل مقفل. وردنا اتصال من مكتب داعي الإسلام الشهال، كان حابين يعملوا ايضا مداخلة في هذا الحديث، ولكن ممكن ان نكمل يعني وجهة النظر او ما يقال حول الجهاد والاستشهاديين والانتحاريين وكل يعني ما هناك من يقول استشهاديين وهنا من يقول انتحاريين. بعد الفاصل نتابع.